قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، فأنتم تكرهون أولياء الله الصالحين ولا تحبونهم وتعادونهم وتبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، اتهامات باطلة نتهم بها ويتهم بها كل من يتكلم عما يحدث في مثل الموالد من مخالفات شرعية. فالموالد بدع محدثة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه ولا في خير القرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويقول: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. والموالد يحدث فيها إطراء ومدح ومبالغة وصرف أنواع من العبادات لغير الله عز وجل من الذبح والنذر والدعاء وغير ذلك. والموالد فيها مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، مسجدي هذا، مسجد بالمدينة، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ولا يخفى على أصحاب الموالد ولا علينا ولا على أحد ما يحدث في هذه الموالد من كل أنواع الذنوب والمعاصي: السرقة والمعاكسات وشرب الخمور والزنا وغير ذلك مما يعلمه الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هل هذا صحيح؟ هل نحن لا نحب أولياء الله عز وجل؟ هل نحن نعادي أولياء الله الصالحين؟ هل نحن لا نحب ولا نقدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، تعالوا بنا أيها الأحبة في الله لكي نتعرف على العقيدة الصحيحة السليمة في أولياء الله عز وجل. العقيدة التي ستكون إما من كتاب الله عز وجل، أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو من أقوال العلماء المعتبرين. ولله در القائل: ما العلم إلا قال الله قال رسوله،
قال الصحابة: ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. وقبل أن نتعرف أيضا على العقيدة الصحيحة في أولياء الله عز وجل، نقول: من هم الأولياء؟ من هم الأولياء الصالحون؟ وأفضل إجابة يجيبها ربنا تبارك وتعالى، وخير الكلام كلام الله عز وجل، وخير القول قول ربي سبحانه وتعالى الذي قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائلا سأل من هم، فتكون الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الولاية أو الولي من ولي يلي، ولاية في اللغة من القرب والحب والنصرة والتأييد، ولا يختلف ذلك أيضا في شرع الله عز وجل، فمعنى الولاية يدور حول هذا المعنى، وهو الحب والقرب والنصر والتأييد. والله تبارك وتعالى ولي المؤمنين، والمؤمنون أولياء الله عز وجل. الله عز وجل ولي المؤمنين بمعنى أنه يهديهم ويوفقهم إلى طاعته وييسر لهم طرق الخيرات، ومن ثم يؤيدهم ويدافع عنهم وينصرهم ويتولى أمرهم سبحانه وتعالى، فهو ولي المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. والمؤمنون أولياء الله عز وجل بمعنى أنهم يؤمنون به ويتقونه ويطيعونه ويوالون أولياءه ويعادون أعداءه، فمن ثم يؤيدهم الله تبارك وتعالى ويوفقهم. فالمؤمنون أيضا أولياء لله عز وجل. وكما أن هناك أولياء لله، فهناك أولياء للشيطان. أولياء للشيطان، نعم، هناك أولياء للشيطان. قال الله تبارك وتعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فأولياء الشيطان هم الذين يطيعونه إما في الكفر وإما في الذنوب والمعاصي والمخالفة لأمر الله عز وجل. ومن أولياء الشيطان الذين ينافحون عن الباطل ويجادلون عنه ويزينون الباطل ويقلبون الحقائق، كما قال الله عز وجل عنهم: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذا لخاسرون. فأولياء الشيطان هم الذين يحيدون عن منهج الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي أن أولياء الله عز وجل لا خوف عليهم فيما يستقبلونه بعد مماتهم، ولا هم يحزنون على ما فاتوا أو ما فاتهم في الدنيا. ثم يبين الله تبارك وتعالى حقيقة هؤلاء الأولياء فيقول: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. بناء على هذه الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون،
فكل من تحلى بالإيمان وبتقوى الله عز وجل هو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. فليست الولاية قاصرة على أناس بأعيانهم، وليست محددة في أشخاص، وإنما كل المؤمنين كل المتقين أولياء لله تبارك وتعالى. لماذا نحجر واسعا؟ كل المؤمنين المتقين أولياء، وإن كان طالما أن المؤمنون المتقون أولياء لله عز وجل، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنون يتفاضلون، بمعنى أنه ليس إيمان أبي بكر رضي الله عنه الذي لو وضع في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر، ليس إيمانه كإيمان آحاد الأمة أو كعصاة الأمة. فأهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم على حسب درجة إيمانهم وحسب درجة تقواهم لله عز وجل. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمنا البشرى في الآخرة الجنة، فما البشرى في الحياة الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. قال شيخ السعدي رحمه الله: والبشرى في الحياة الدنيا هي سعادة المؤمن وما يناله من الثناء الحسن والذكر الجميل والرؤية الصالحة وتيسير الطاعات وغير ذلك من نعيم الدنيا. والبشرى في الآخرة أعظم ذلك دخول الجنة وما يسبقه من الأمن من عذاب الله تبارك وتعالى. وفي الموقف لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. إذن فأولياء الله عز وجل كل من اتصف بهذه الصفات: الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعود لسؤالنا الثاني: ما هو موقفنا وما هي العقيدة الصحيحة في أولياء الله عز وجل؟ إجمالا، يجب علينا أن نحب أولياء الله تبارك وتعالى ولا نعاديهم. ثانيا، نحذر كل الحذر من المبالغة في مدحهم وإطرائهم. ثالثا، لا نقطع لأحد كائنا من كان بولاية ممن لم يقطع الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم له بذلك. رابعا، نؤمن بأن لهم كرامات قد امتن الله عز وجل بها عليهم. خامسا، نسعى سعيا حثيثا لنيل درجتهم، وندعو الله عز وجل أن يحشرنا معهم. التفصيل: أولا، يجب علينا أن نحب أولياء الله عز وجل ونحذر أن نعاديهم. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، حديث قدسي، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية: فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب أو أحب، كلاهما صحيح، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته، ولا بد له من ذلك. فالشاهد قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا
فقد آذنته بالحرب. فمن يجرؤ على حرب الله سبحانه وتعالى؟ ومن يستطيع أن يقف أمام الله عز وجل هذا الإنسان الضعيف المسكين الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ من يجرؤ على حرب الله تبارك وتعالى؟ فلا يجوز ولا ينبغي ولا يحق للمسلم أن يعادي أولياء الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. قال هرم بن حيان رحمه الله: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله تعالى إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه ودهم ورحمتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبب إليهم عباده المؤمنين. فحب أولياء الله عز وجل من الدين، ومعاداتهم من كبائر الذنوب التي توجب حرب الله سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم يبين الله تبارك وتعالى بالإشارة صفات هذا الولي في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فرائض الله عز وجل من صلوات وزكاة وصيام وحج وغير ذلك هي التي ينبغي أن يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ثم يتبع ذلك بالنوافل والسنن. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكلما تزود العبد من طاعة الله عز وجل ومن السنن التي يستهين بها كثير من الناس حينما يسأل: هل هذا الأمر فرض أم سنة؟ ويتمنى أن يكون سنة. لماذا؟ لكي يتركه ولا يفعله. وما علم أن هذه السنة وهذه النافلة هي التي تقربه وتورث له حب الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعنى ذلك كما قال شراح الحديث أن الله تبارك وتعالى يوفقه، فلا يسمع في بعض الروايات: فبي يسمع وبي يبصر، فلا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يتحرك بيده ولا برجله إلا في مرضاة الله تبارك وتعالى. فتوفيق من الله عز وجل. إذن فأول اعتقادنا أو اعتقاد المسلم في أولياء الله عز وجل أنه يحبهم ويواليهم ويحذر من معاداتهم. ولكن الأولياء الذين ذكرنا تعريفهم كل المؤمنين كل المتقين. ثانيا، من الاعتقاد الصحيح في أولياء الله عز وجل الحذر، كل الحذر من إطرائهم الذي هو المبالغة في مدحهم. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي وتنزلوني منزلة فوق التي أنزلني الله عز وجل إياها، فإن هذا لا يليق. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، منهم من قال أنه هو الله، ومنهم من قال أنه ابن الله، وخرجوا عن دين الله عز وجل. أما المسلم فيقول هو كلمة الله، هو روح الله، وكلمته ألقاها إلى مريم. هذا هو الاعتقاد الذي يدخل به المسلم الجنة. فالمبالغة في المدح ليست دليلا على الحب، وإنما قد
تحيد بالذي يبالغ في هذا المدح عن طريق الله عز وجل. ولذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والإطراء يعني المبالغة في المدح له صور كثيرة، منها اعتقاد البعض أن الكون له أقطاب أربعة يديرون هذا الكون، والأقطاب لهم أبدال، والأبدال لهم أنداد ودين آخر غير دين الإسلام. فالإسلام يقول: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وأول ما يدخل به العبد الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن اعتقد غير ذلك فقد خرج عن دين الإسلام. ونحن ونؤكد أننا لا نكفر أحدا بعينه، لا نكفر أحدا بذنبه، لا نقول فلان كافر ما لم يستحل ذنبا. هذه عقيدة أهل السنة، أننا لا نكفر أحدا بمعصية ما لم يستحل. وهناك فرق بين الكفر والكافر، قد يفعل الإنسان فعل الكفر لكنه لا يوصف بالكفر. فاعتقاد أن الكون له أقطاب وأنداد وغير ذلك هذا من المبالغة التي لو استمر صاحبه على ذلك فقد خرج من دين الإسلام. أيضا من صور المبالغة أو الإطراء في المدح التبرك بالمقامات والأضرحة والتراب الذي كان يمشي عليه من يوصفون بالأولياء، فكل هذا لا يجوز ولا يليق بالمسلم. فلا يجوز التبرك، قد اختلف هل يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذه مسألة نظرية، لأنه لا يتصور الآن أنه ما زال هناك شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم كثيابه والأمور التي كان يأكل فيها وغير ذلك، لا يتصور أنه يوجد الآن بعد 1400 سنة، ولكن عقيدتنا أنه يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصوصية له لا يشاركه فيها أحد كائنا من كان، ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلا يتبرك بآثار الصالحين. ومن صور الغلو أيضا اعتقاد أن الأولياء يعلمون علم الغيب المطلق، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالله عز وجل قد يطلع أنبياءه ورسله على بعض الغيب في حياتهم، أما علم الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك من صور الإطراء والمبالغة في المدح التقرب إلى الأولياء بعبادات لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، من دعاء ونذر وذبح وغير ذلك، كمن يقول: مدد يا بدوي، مدد يا دسوقي، مدد يا نبي، مدد يا فلان. المدد لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. نحن نقرأ في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب منك المدد. والدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنذر عبادة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والذبح عبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولا تجوز أكل ذبيحة الذي يذبح لغير الله عز وجل. هذا ديننا. فصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هذا من صور المبالغة والإطراء الزائد التي لا تجوز. أيضا من أنواع الإطراء والمدح الزائد ما يتكرر
على بعض ألسنة القوم من مدح ووصف الذين ينسبون أو يسمون أولياء الله عز وجل من وصفهم بصفات لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال البصيري في قصيدته المشهورة البردة، قال: يا أكرم الخلق، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تطروني، يمدحه ويقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. هل يليق ذلك؟ هل يرضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وألف لا. وكما قال قائلهم: عبد القادر يا جيلاني، يا ذا الفضل والإحسان، أنا في خطب عظيم من إحسانك لا تنساني. هذا يقال لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وكما قال الثالث: يا كاشف الكربات يا شيخ العرب، وكاشف الكربات هو الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه المقولات هي من الإطراء والغلو في المدح التي لا يجوز ولا يرضاها الأولياء الصالحون إن كانوا كذلك. لا يرضون ذلك، لا يرضون أن يوصفوا بأوصاف لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. إذن فلا يجوز للمسلم أن يبالغ في المدح. وأيضا من صور ذلك الإثراء أيضا اعتقاد أن الولاية أفضل من النبوة أو من الرسالة، كما قال القائل: ومقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، كأن الولاية أفضل من النبوة أو أفضل من الرسالة. واعتقاد أيضا البعض أن هناك خاتم الأولياء، كما أنه خاتم الأنبياء فهناك خاتم الأولياء، كل هذا اعتقاد باطل وفيه صور من صور المبالغة في المدح. فعقيدتنا وعقيدة المسلم أنه لا يبالغ في أولياء الله عز وجل، إنما يحبهم ويودهم. ثالثا من اعتقاد المسلم في أولياء الله سبحانه وتعالى: عدم القطع بالولاية لأحد مما لم يقطع الله عز وجل له بذلك. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد. لا يصح أن نقول فلان شهيد وفلان في الجنة وفلان من أولياء الله، لا يقال ذلك. إن غلب على الظن أنه من الصالحين نقول نحسبه كذلك والله حسيبه. وذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث خارجة ابن زيد بن ثابت رضي الله رحمه الله ورضي الله عن زيد، قال: قالت له أم العلاء وهي امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طار إلينا عثمان بن مضعون، يعني في القسمة حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، تقول: فطار في قسمتنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وعثمان بن مضعون من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم أفاضل، وكان من الزاهدين العابدين الخاشعين السابقين إلى الإسلام، الذي شهد الهجرتين واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بل روي في بعض الأخبار أنه وبعض الصحابة أراد أن يختصي لكي يتفرغ لعبادة الله عز وجل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا رهبانية في الإسلام. تقول أم العلاء: فطار لنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فلما مات عثمان قالت: شهادتي عليك أبا السائب، هذه كنية عثمان، قالت: شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منها هذا الكلام: وما أدراك أن الله قد أكرمه؟ فقالت له: ومن يكرم الله يا رسول الله؟ إذا لم يكرم عثمان بن مضعون الذي ذكرنا له فضائله، ومن يكرم الله يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو، يعني عثمان، فقد جاءه اليقين، يعني الموت، وإني لأرجو له الخير، ووالله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، صلى الله عليه وسلم، وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، فما بالنا بمن هو دونه. فقالت أم العلاء: والله لا أزكي أحدا بعده أبدا يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
فالشاهد أن لا نقطع لأحد بالولاية ولا بجنة ولا بنار ولا بشهادة. قال بعض أهل العلم: وضمان الجنة نوعان، ضمان للناس بأعيانهم، وضمان لهم بأنواعهم. الضمان للناس في الجنة نوعان، ضمان للناس بأعيانهم، يعني نقول فلان في الجنة، هذا الذي يقطع الله عز وجل له به أو بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، قال لبلال: إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وهكذا الذي قطع له الله عز وجل بالكتابه أو بسنة نبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقطع له بذلك ولا شك. وهناك ضمان، وهذا قد انتهى، ضمان للناس بأعينهم، هذا قد انتهى بانقطاع الوحي، يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي هناك ضمان للجنة، ضمان للناس بالجنة لأناس بأنواعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. فالذي يكفل اليتيم سوف يدخل الجنة، لكن لا نقول فلان الفلاني داخل الجنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام العادل في الجنة. وهكذا كل وصف يدل على الجنة هذا ضمان الجنة بالوصف أو بالنوع. إذن فعقيدتنا أننا لا نقطع لأحد ما لم يقطع الله عز وجل له به أو رسوله صلى الله عليه وسلم بولاية أو بجنة ولا بنار. بقي لنا نقطتان نستكملهما ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فمن عقيدة المسلم في أولياء الله عز وجل أنه يؤمن أن لهم كرامات قد امتن الله عز وجل عليهم بها. والكرامة والمعجزة هي أمر خارق للعادة، والمعجزة لا تكون إلا للأنبياء للتحدي، والكرامة تكون لأتباعهم، أمر خارق للقوانين البشرية. والكرامة تكون للمؤمن نتيجة لاتباعه لأنبياء الله عز وجل، وللمسلمين نتيجة لاتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فيتفضل الله عز وجل عليهم ببعض أنواع الكرامات، وهذا يدخل من ضمن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت ذلك لكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأناس قبلهم وللتابعين من بعدهم، فقد ثبتت الكرامات. فهذه مريم عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. قيل أنه كان يدخل عليها فيجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن الكرامات ما ثبت في البخاري حينما استضاف أبو بكر رضي الله عنه بعض أضيافه، فكان يقطع لهم الخبز، كانت عنده خبز، بعض أنواع الخبز، فكان يقطع لهم الخبز فكان يربو، يعني يزيد تحته ولم ينتهي حتى انتهى أضياف أبي بكر رضي الله عنه. ومن كرامات عمر رضي الله عنه أنه قال حينما أرسل سرية لكي تحارب الكفار ونادى بأعلى صوته وكان يخطب، قال: يا سارية الجبل، وكان بينهم مسافات بعيدة لا يتصور أن يسمع منه، وقال سارية الذي هو قائد السرية، قال: لقد سمعتك يا أمير المؤمنين، حينما رجع، لقد سمعتك يا أمير المؤمنين تقول في يوم كذا وكذا يا سارية الجبل، فتحصنت بالجبل فكان سببا لنصر الله عز وجل.
ومن الكرامات أيضا ما حدث لأسيد بن حضير وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام فأضاء لهما نورين كالمصباحين، فلما افترق افترق معهما النوران. ومن الكرامات أيضا ما حدث للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وكان مستجاب الدعوة، حينما وصح ذلك عنه أنه مشى على الماء حينما دعا الله عز وجل، وكان بينه وبين الأعداء البحر، فدعا الله تبارك وتعالى فمشى على البحر. وكذلك أيضا ما ثبت لبعض التابعين حينما كان يدعو الله تبارك وتعالى فيستجيب الله عز وجل، وما ثبت للبراء بن مالك رضي الله عنه وكان مستجاب الدعوة في إحدى المعارك، فتأخر النصر فقالوا له يا براء أقسم على ربك، وكان من الذين إذا أقسموا على الله عز وجل استجاب الله تبارك وتعالى دعاؤهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، ومنهم البراء بن مالك. فقال البراء اللهم في هذه المعركة، قال اللهم امنحنا أكتافهم الغداة، يعني الكفار، واجعلني أول شهيد. فكان النصر في هذا اليوم، وقتل البراء رضي الله عنه استجاب الله عز وجل دعوته. إذن فالمسلم يؤمن بالكرامات، ومن ذلك ما حدث لأبي مسلم الخولاني رحمه الله حينما ألقي في النار وخرج منها سليما معافا لم يصبه أذى، حينما ألقاه أتباع مسيلمة الكذاب حتى استقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أهلا ومرحبا بمن فعل فيه مثل ما فعل في الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن فالكرامات ثابتة يكرم الله عز وجل بها أولياءه وأتباعه، وهذا فضل من الله عز وجل. ولكن هناك تنبيه مهم، وهو كما قلنا أن الكرامة تكون نابعة عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا وإن كان الذي حدث له خارقة هذا مخالف لأمر الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعترف بذلك. الإمام الشافعي رحمه الله حينما قابل بعض الناس ووجد على وجهه هيبة، فوجده يتوضأ وضوءا غريبا ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الشافعي رحمه الله توضأ وضوء كذا وكذا، يعني يصف له السنة. فكأن هذا الرجل غضب ثم أخذ بهذا الإناء وكان من الفخار ثم طرقه على الأرض فجف الإناء ولم ينكسر، فقال له الشافعي رحمه الله بلسان الواثق المؤمن المتبع للسنة، قال له ولو طرت في السماء ولو مشيت على الماء فلن أتركك حتى تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ذلك الرجل أأنت الشافعي؟ قال نعم. فقال له الشافعي أأنت الشيطان؟ قال نعم. فقال له ذلك الشيطان لقد أضللت بها 40 قبلك. فالشاهد أننا لا نؤمن بالكرامات إلا إذا كان صاحب الكرامة متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن ليس معنى أن الإنسان عنده كرامة هو أفضل ممن لم يعطى الكرامة، فكثير من أهل العلم والفضل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان لم يحدث لهم كرامات وشهد لهم بالفضل العظيم، لم يحدث لهم مثل هذه الخوارق وشهدت لهم الأمة بالفضل والسبق والحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالكرامة ليست دليلا على أفضلية صاحبها على غيره. أخيرا، بعد ذلك كله وبعدما عرفنا العقيدة في أولياء الله عز وجل، هل نحن نكره أولياء الله؟ هل نحن نعادي أولياء الله تبارك وتعالى؟ هل نحن نكره آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن لا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤالنا الأول، الجواب لا وألف لا، بل إننا نحب أولياء الله تبارك وتعالى ولا نعاديهم، ونترضى على الصحابة أولياء الله عز وجل، ونترحم على التابعين والعلماء، بل إننا نحرص كل الحرص، وهذا هو خامس الاعتقاد، أننا ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الصالحين.
فالولاية ليست قاصرة على أصحاب الأضرحة، لماذا نحجر واسعا؟ الولاية ليست قاصرة على أناس بأعيانهم، بل قد يدعي البعض أن المجاذيب والذين رفع عنهم التكليف هم أولياء الله تبارك وتعالى. لا، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، فيحرص المسلم ويدعو الله تبارك وتعالى أن يجعله من أوليائه الصالحين وأن يحشره معهم. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات، وللمسلمين وللمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم عليك بالظالمين وأعداء الدين، وعليك بكل من كاد للإسلام وللمسلمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كل إخواننا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، في سوريا وفلسطين وفي كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام وعز الموحدين. اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم مكن لدينك وافتح له قلوب الناس. اللهم ردنا والناس إلى دينك ردا جميلا. اللهم ألف بين المسلمين، اللهم ألف بين المسلمين، اللهم واجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.